حياكم الله يا مشاهدينا في برنامج هني وعافية. اليوم وصفتنا مضروبة الدياي بالشوفان، وهذه المقادير عندنا كوسة وبطاطا وجزر، طماط، بهارات صحيحة أو مشكلة، معجون الطماط، ليمون ملبب، معجون الثوم والزنجبيل، دقيناه مع فلفل وورق هندي، وطبعا سر الطبخة الليمون المجفف وتمر الهندي اختياري. وهذه بهاراتنا، عندنا هني بزار، فلفل أسود، ملح، هيل، مطحون، كركم، جرام مسالة وكمون. تقدرون تستخدمون دياية كاملة، بس أنا راح أستخدم صدور الدياية. الشبت مكون أساسي في الوصفة، وفلفل حار وبقدونس، وهني عندنا البصل. أول شيء راح أخذ الماء وأضيفه على الشوفان. يلا ننتقل إلى الغاز ونبتدي نسوي وصفتنا. طبعا هالأكلات الشعبية ما تحلى إلا بالدهنة. نحاول نهرس البطاطا بهاي الطريقة مع الجزر والكوسة والدياي. هي تسمى مضروبة لأنها تنضرب بهذه الطريقة. بعد ما مرت 20 دقيقة هاي المضروبة صارت عندنا جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي مضروبتنا صارت جاهزة. شوفوا ما شاء الله كيف شكلها، وراح احط شويه من الدهنه هالخنينه وزينها فوق. وهني عندنا الرطب، وهذه سفره اهل البلاد. هني وعافيه عليكم.